السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الغريبة المعلكة بطريقة سهلة وبسيطة كتجي زوينة بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى الا كنتو اول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعاليق. اذا بالنسبه لهاد الغريبه هادي استعملت فيها نص كيلو ديال الكاوكاو. هاد الكاوكاو اللي كيكون هكا صغير درته في الفران تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، غير تصهد واحد شويه ما كنخليهش يتحمر، وغنديرو في هاد الهشوار. غادي نزيد واحد نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وغنزيد كذلك واحد ساشي ديال الفاني، وغادي نطحن هاد الكاوكاو هذا. يعني غير كنهرمشو ما كنطحنوش بزاف، هو اصلا حيت ما محمرش بزاف راه ما غاديش يتطحن، يعني كيبقى مهرمش. اذا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون لينه واحد شويه، وغندير واحد جوج معالق ما عامرينش مزيان ديال الكونفيتور ديال المشماش اللي كيكون سائل. وباش نجمع هاد الكاوكاو هذا غادي نحتاجو البيض. استعملت هنا ساشي ديال الخميره الكيماويه، وغادي ندير واحد البيضه وغادي نخلط كل شيء مزيان. اذا بالنسبه لهذا نص كيلو ديال الكاوكاو استعملت فيه جوج بيضات، اذا غندير بيضه الاولى ونطحن مزيان عاد نزيد البيضه الثانيه. اذا نسيت ما ضفتش الكاكاو في الاول، غادي نزيدو دابا ونحاول انني نخلط مزيان باش كيمتزج مع هاد الكاوكاو هذا.
اذا بعد ما خلطت داك الكاكاو مزيان مع كاوكاو غادي نشكل الغريبه ديالي. بالنسبه للقياس كيبقى لكم الاختيار، كندير واحد الزلافه فيها واحد شويه ديال المزهر اولا غير شويه ديال الماء، وكنكور دوك العجينه ديال الكاوكاو كنديرها في السكر كلاصي. اذا غادي نغطيها مزيان بداك السكر، كناخذ واحد الكميه ديال السكر كلاصي كنخليها هكا من الفوق باش كتجيني ديك التشققات باينه وكتجي كيجي المنظر ديالها زوين. اذا غادي نستفها في الصينيه اللي غادي ندخل الفران، ممكن تخليوها هكا. انا كان عندي واحد شويه ديال القرقاع، خديت نصوصه ديال القرقاع وزينتهم من الوسط. بالنسبه للفران كيكون مسخن على درجه حراره متوسطه، ما خصوش يكون سخون بزاف. كنديرها من الفوق يعني الجهه اللي كتحمر من الفوق حتى كتشقق، عاد كنهبطها باش كتحمر ليا من التحت. يعني من الاحسن انكم ديروها الفوق حتى كتبدا تشقق، عاد كردوها لتحت باش كطيب. بالنسبه لهاد الغريبه هادي راه ما كتطلبش بزاف ديال الوقت حيت ما فيها لا طحين لا والو، يعني تقريبا واحد 8 ديال الدقائق كتكون واجده. اذا كيف ما كتشوفون بعد ما طابت هذه المعلكه ديالنا كتجيب هذا المنظر هذا، كتجي رائعه في المذاق. كنتمنى ان شاء الله نكون بسط لكم الطريقه ديالها، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعاليق الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. وما بقى لي الا نشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.